احتفلت كنيسة سيدة البشارة في بيت جالا بمحافظة بيت لحم بعيد بشارة أمنا العذراء والتي تحمل اسم هذا العيد بقداس إلهي ترأسه الأب حنا سالم كاهن الرعية بحضور الراهبات وعدد محدود من المؤمنين. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوة. تحتفل الكنيسة الكاثوليكية في كل عام بعيد سيدة البشارة، بشارة الملاك جبرائيل لأمنا مريم العذراء، حين بشر بالخالق الذي أراد أن يتجسد، وحين قال لها: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع. وهنا وفي هذه الكنيسة، كنيسة سيدة البشارة في بيت جالا بمحافظة بيت لحم والتي تحمل اسم هذا العيد، احتفلت الكنيسة بعيد البشارة بقداس ترأسه الأب حنا سالم كاهن الرعية بحضور الراهبات وعدد محدود من المؤمنين، مع الالتزام بالتعليمات الوقائية والتباعد بسبب جائحة كورونا. وفي كلمة الأب سالم والذي شرح من خلالها هذا السر، سر التجسد، وعند قول مريم العذراء: نعم، ها أنا أمة الرب، فليكن لي بحسب قولك. بتوجه لكم بالتهاني والمعايدة باسم كنيستنا، باسم رعيتنا، بنقدم لكم التهاني وبنقول كل عام وأنتم بخير. هذه الكنيسة هي أول كنيسة وأول رعية بناها البطريرك فاليرجا بعد أن أعاد قداسة البابا البطريرك اللاتيني إلى كرسيه في القدس. فأول رعية أسسها البطريرك فاليرجا كانت رعية بيت جالا، وكرس الكنيسة لأمنا مريم العذراء سيدة البشارة اللي بتشوفوها في صحن الكنيسة وصدر الكنيسة، هي تقدمة من الإمبراطور نابليون الثالث إلى الكنيسة مع لوحتين أخريات. لائحة اللوحة بتمثل زيارة أمنا مريم العذراء لخالتها إليصابات، ولوحة أخرى بتمثل قيامة يسوع. هي منارة لعكس بشرى الإنجيل وبشرى البشرى السارة لكل المؤمنين. فمن جديد كل عام وأنتم بخير، وربنا يعيد علينا هذا العيد وإحنا في أمان وسلام وفي حماية من هذا الوباء الفتاك. من كنيسة سيدة البشارة للاتين، أنا راعي الكنيسة مع كل أبناء الكنيسة، بنوجه تحية لتلفزيون نورسات اللي دائما ينقل البشرى السارة وبشرى الإنجيل إلى كل أبناء الشرق والمسيحيين المنتشرين في العالم. فتحية وتقدير لهذا التلفزيون اللي بيقدم هذه الخدمة الروحية، ونشكر تلفزيون نورسات اللي دائما برافق رعايانا وبرافق كنائسنا ونشاطاتها، ونشكر كمان مراسلة التلفزيون أختنا مارلين الموجودة وهي بنت رعية بيت جالا وهاي الكنيسة. فكل التحية وكل عام وانتم بخير. سر التجسد الذي يحتفل به هو أيضا دعوة لعدم هروبنا من الواقع، إذ نطلب نعمة الإيمان والثقة بعمل الرب فينا وفي العالم أجمع. فالثقة بالرب تعطي الحياة الجديدة مثل الطفل يسوع الذي نشأ في أحشاء العذراء مريم. سنة احتفلنا بعيد البشارة بوضع استثنائي بسبب جائحة كورونا، اللي بنطلب من ربنا أن يخلصنا منها ويخلص كل العالم منها. كان احتفال مقتصر على القداس وعلى الشعائر الدينية فقط، يعني فرق كبير عن كل السنوات الماضية اللي كنا نحتفل بعيد البشارة بعد القداس وقبل القداس باحتفالات وكشاف وعزف، وبكون يعني كل البلد تحتفل معنا في عيد البشارة. نتمنى هالسنة أو السنة القادمة إن شاء الله بنحتفل بكل أعيادنا بدون كورونا، وكل عام وانتم بخير. السنة هذه لاحظت انه عدد المصلين اقل من السنوات اللي قبل الماضية بسبب جائحة كورونا، ولكن الحمد لله ظلت الكنيسة مفتوحة والناس عندها ايمان بتيجي تصلي رغم كل شيء.
كانت الصلاة كتير حلوة، لكن للأسف ما كانش في حضور كتير بسبب جائحة كورونا. كل عام أنتم بخير، وإن شاء الله نحتفل السنة الجاي بزوال هذه الجائحة. إحنا اليوم نحتفل بعيد البشارة من كنيستنا، وهي كنيستنا نحتفل في عيد اسمها كمان. بتمنى للجميع كل عام أنتم بألف ألف خير. كنا حابين إنه يكون عنا عدد أكبر، بس بسبب الظروف اللي إحنا بنمرق فيها للأسف كانت شوي الكنيسة ناقصة. فبنتمنى بالسنين الجاي يكون الوضع كتير أحسن ونقدر نحتفل مع بعض. للنورسات مارلين الحدوة من كنيسة سيدة البشارة بيت جالة.